السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية تدخيل الحشيش في المنام تدل على الدخول بفتنة والأعمال السيئة، وما نرى أن ندخل الحشيش المخدر مع التبخ في الحلم فهذا يدل على وقوعه في المحرمات والمنكرات. أما شراء الحشيش في المنام فدليل على ارتكاب إثم يبعد الرأي عن الطريق السوي، فيما بيع الحشيش في المنام دليل على تفضيل الرأي دينه على دنياه، ومن نرى أنه يبيع الحشيش الأخضر في الحلم فهذا يدل على الابتعاد عن منهج الحق. أما لف سيجارة الحشيش في الحلم فهي دليل على بداية مشروع تكون نتائجه مضرة، فيما رؤية شخص يدخن الحشيش في المنام تدل على نيل الضرر من الآخرين، أما رؤية الحشاش أو الحشيش في المنام فتدل على شخص فاسد ومؤذي، أما رؤية شخص ميت يدخن الحشيش في المنام فترمز إلى نهاية الرأي عن الأعمال الفاسدة، فيما رؤية الشرطة تلقي القبض على الحشاش في المنام فتدل على تخلص الرأي من أذى يحيط به، ومن رأى أن الشرطة تلاحق الحشاش في الحلم فهذا يدل على اقتراب انتهاء المحن، فيما زراعة نبتة الحشيش في المنام فتدل على ارتكاب الفواحش وربما تدل على الزوجة الفاسدة. أما تدخين الحشيش في المنام للرجل فيدل على الخوض في المنكرات، أما تدخين الحشيش في المنام للعزباء فيدل على الانحراف في سلوكها، فيما تدخين الحشيش في المنام للمتزوجة يدل على كثرة المشاكل مع الزوج، فيما تدخين الحشيش في المنام للمطلقة فيدل على الدخول في فتنة شديدة قد تلهيها عن حياتها مع زوجها، أما تدخين الحشيش في المنام للحامل فيدل على المرض الشديد الذي سيصيب الرائية والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.